آه خمسة، 10 تروح 5 ايش قد تبقى؟ راح تبقى سالب 5 جذر 6. واضحة الفكرة؟ بهالشكل هذا. هذا طبعا من أصعب الأسئلة ونحل بهالطريقة هذه. الباقي المواضيع ما راح تكون أصعب من هذه الأسئلة، كلها سهل. يعني هذا أصعب واحد حليناه حتى ما تواجهون صعوبة بأي سؤال. تمام. طبعا هسه راح نجي ناخذ موضوع جديد. تأكد من فهمك مال يا صفحة. صفحة 16 خاص بمن؟ بالمتتابعة الحسابية. الحسابية اللي هو 16 المتتابعة الحسابية. أنا راويكم السؤال. قايل لي اكتب الأزواج المرتبة الأربعة الأولى المتتابعة التي حدها العام. مطيني أولا ثانيا ثالثا رابعا خامس. أذني هواي مطيني هن. اكتب الأزواج المرتبة الأربعة. تمام، الأربعة. فأول الحد العام مطيني إياه يو ان يساوي لنا 3 ان. يعني شلون قاعدة اقتران؟ أولا اللي هو اليو ان يساوي 3 ان.